يو السلام عليكم. اليوم غادي ان شاء الله نجيب لكم لا فيديو جديد. غادي نتفرجوا في واحد المباراه غتجمع ما بين الرجاء البيضاوي مع اتحاد طنجه. اللي غادي نشوفوا فيه واحد الملعب كبير، ملعب طنجه عنده واحد لافالوغ وصراحه هو اللي معروف هنا في طنجه. غادي نتفرجوا في الماتش هذا ديال اتحاد طنجه. يلاه معايا في هذا الفيديو. واحد الطريق هنايا مبلوكي، مبلوكي من هنا حتى لهنا. هذا ملعب ديال طنجة الخوت. غادي نتفرجوا في الماتش ديال الرجاء مع اتحاد طنجة. لا لا، يا سلام يا سلام على الملعب كي دايرو. ملعب طنجة. هاد المباراة ديال اليوم ان شاء الله الرجاء غتربح، ما فيهاش اي خش. واليوم في هاد الماتش كاين حافظي. هجمة رجاوية كترجع للدفاع عند بدر بانو، هجمة خطيرة. ماذا فعل هذه الكرة جانبية؟ اسمحوا لي احسن العوال اللي كيضيع في المباراة، والله إلا صعيبة صراحة. اليوم اتحاد طنجة كتستضيف الرجاء البيضاوي، يعني في هذه المباراة ان شاء الله. واحد محاولة خطيرة، اوه يا سلام. الان الرجاء هي اللي مسيطرة على الماتش. بين هذا الماتش غادي يكون نصيب الرجاء ان شاء الله، غادي يتغلبها وغادي نفرحوا عاوتاني الرجاء الريادي. شوفوا الجماهير ديال الرجاء كيفاش مفيحة في الماتش ديال اتحاد طنجة، يا سلام. بين هذا الماتش غادي يكون نصيب الرجاء البيضاوي، الرجاء العالمية. شوف اتحاد طنجة ما عاد دير والو، الرجاء البيضاوي هي اللي لاعبة عنده وصراحة هي اللي مسيطرة على الماتش. باينة غتغلب الرجاء. شوف على المحاولة، شوف يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. وادي ما خضره، وادي ما خضره.